تشوفه يمكن احنا بنتكلم في 18 دقيقه تشوفه يرجع يؤدي ادوار دفاعيه، وده مهم جدا. ساعات لعيب وينجر او لعيب يعني جناح ما بيأديش ادوار دفاعيه، يكون عنده مهارات وقدرات خاصه جدا في النواحي الهجوميه، المدرب ما يلعبوش لانه لا يؤدي ادوار دفاعيه. والكلام ده الى لعيبه كتير جدا في مصر يعني بيلعبوا اجنحه ممتازين جدا لكنهم لا يؤدوا ادوار دفاعيه. لعبت الكره العرضيه جوه منطقه جول جوه جول، مش ممكن. محمد فاروق يا 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 على الحلاوه، كره ملعوبه عرضيه بالارتفاع المتوسط وبتلف لفه حرير في الهواء. يا 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 محمد فاروق على طول في الدقيقه 20 من اللقاء يسجل الهدف الاول. بص الكره مرفوعه زي يا ولد يا ولد يا ولد. جوزيف جوناثان نيجويام حتى وهو جاي من ناحيه اليمين، هو اصلا ظهير ايسر بس جاي من ناحيه اليمين ليه؟ عشان يرفع الكوره بقدم اليسرى العكسيه تلف باتجاه المرمى، لف تايب باتجاه المرمى وحطها محمد فاروق تحضن الشبكه. لعبت الكوره عرضيه وخطيره جدا وبيطلعها يا ولد يا 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 احمد سامي حطها بضربه راس بديعه لكن متالق النهارده محمود حمدي. يا ولد يا ولد يا ولد، وادي كوره وجوه جول جوه جول. يا ولد يا ولد يا ولد، هي ضربات الراس اللي بيلعبوا عليها من بدايه اللقاء. يطلع من اعلى نقطه فيسكون مايلي ويحط هدف التعادل في الدقيقه 75. يا يقلب المباراه فيسكون مايلي في الدقيقه 75. محمد فاروق تقدم في الدقيقه 20 وانتظر بيراميدز. بص الكره الراسيه الاولانيه دي من احمد سامي يطلعها اموني حساني وتروح بقى للبديع مصطفى فتحي اللي عمل عرضيه دوا 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 دوا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا فيستون يا عشان يستغل الهجمات المرتده وفي نفس الوقت قفل الملعب. ادي ابراهيم عادل عدى خطيره جدا والتسديده وتخبط في الاقدام. يا 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 ابراهيم عادل اللي فاتت اللي رقص ودخل لجوه معدوله خالص، يعني كوره متصلحه على الاخر لمروان حمدي. دي بقى كرات مروان حمدي، خلي بالكم يعني مروان حمدي نادر قمر الدوري، اما باعتبار ان الكره جت في جسمه الاول. هنشوف ضربه جزاء، ضربه جزاء هسيبها نادر قمر الدوله. يا 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 وهيدي انذار يقول ما حدش يعترض. بيكلموا خالد رضا عشان بيراميدز يتقدم 2-1 بعد ما كان متاخر لغايه الدقيقه 76 بهدف. يعود في المباراه بيراميدز حطها في نص الجول. بص اهو كريم حافظ حطها، يعني هو لو اتاخر شويه. على فكره في لعيبه كتير بقت تكتيكاتهم ان هو يحط الكوره في نص الجول، سيب الحارس يترمي.